راح نحتاج لاثنين باذنجان مشوي، حبتين طماطم مشوي، حبتين فلفل حار مشوي، ومغلف بودرة مرقة الدجاج من ماجي، وحبة بصل، وثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون. نحتاج لربع كوب دبس الرمان، وملعقتين كبار بقدونس، ولتتبيل الشيش طاووق كوب من لبن زبادي، أربع ملاعق كبيرة ليمون وفلفل. نحتاج لملعقة صغيرة كركم، وملعقة كبيرة صلصة طماطم، ملعقة صغيرة باربيكا، وملعقة كبيرة زيت، وأربع صدور دجاج. طيب دلوقتي أول حاجة أنا عايزة أعملها هتبل الشيش طاووق، لأن الأكلة دي مقسومة جزئين، جزء اللي هنحط فيه البتنجان الحار، والجزء الثاني هنحط فيه الدجاج اللي هنعمله شيش طاووق. تمام. فدايما أنا بحب أحط الأول التتبيلة وأدوقها، وبعدين أحط الحاجة اللي أنا عايزة أتبلها عليها. فهنحط دلوقتي اللبن اللي عندنا، وهحط الصلصة. أنا حطيت هنا اللبن الزبادي والكركم والبابريكا، وهحط الزيت والليمون، وهحط مغلف لو سمحت من بودرة مرقة الدجاج. وعندنا هنا الشطة دي بتدي طعم لذيذ للي بيحبوا الحراق، يعني كتير بتليق على الوصفة دي، فهنحط برضو منها شوية، وحسب احنا قد ايه ممكن ناكل حراق. طيب دلوقتي انا خدت الدجاج اللي عندنا وهنحطه في التتبيلة دي، وزي ما احنا عارفين طبعا بيفضل دايما ان اللحوم والدجاج نسيبهم في التتبيلة فترة، يعني تكون ساعتين مثلا، بس احنا طبعا هنستعملها دلوقتي على طول. بتقدروا تحطوا اي حاجة مع الشيش طاووق، بنقدر نحط فلفل اخضر، بنقدر نحط بصل، بنقدر نحط طماطم، يعني اللي احنا عايزينه بنقدر نستعمله. انا دلوقتي هبتدي بس اشك قطع الدجاج اللي عندي، وفي حاجة عايزة اقولها، ان دايما الشيش طاووق بيبقى أطرى لو استعملنا لحم الفخاد مش الصدور. هنعمل رز بسمتي اصفر بالكركم. طبعا الكركم غير ان هو مفيد، الرز اصلا طعمه لذيذ، فمش محتاجين حتى نحط عليه اضافات كتير. مش هحط عليه غير بس برضو كيس من بودرة ماجي. تمام. وبس كده هحط بس شوية زيت، هحط زيت الزيتون هنا، وهقلب فيه البصلة اللي انا مقطعاها صغير. فهنا هنعمل الرز، وهنا هنعمل زيت الزيتون. طبعا الرز اللي عندنا رز بسمتي، والرز البسمتي بيتنقع من نص ساعة لساعتين، مش أقل من نص ساعة ومش أكتر من ساعتين، بيفتح وبتقل مدة الاستوى بتاعته على النار. طيب احنا هنا عندنا البصل قلبته مع زيت الزيتون على النار. دلوقتي هناخد الحاجات اللي احنا شاويينها. احنا شاويين زي ما اتفقنا فلفل حراق وبتنجان وطماطم، فدول انا هاخدهم حفرمهم، هفرمهم ناعم. تمام. وبعدين هناخدهم نحطهم على البصل، وده هيكون التتبيلة اللي هيتحط فوقيها الشيش طاووق بتاعنا. فاحنا هناخد دلوقتي، انا هقول لك، بس انا بقول لك انا بعمل ايه عشان لو انت عايز تكمل يكون عندك. فانا هاخد تقريبا، يعني ممكن ناخد اتنين فلفل حراق كفايه. والطماطم اللي عندنا برضو هناخدها، اللي حابب يشيل هي ميزتها انها حاره يعني، يمكن هي حاره. اللي طبعا نشيل، عايزين تشيلوا البذر شيلوه، مش عايزين تشيلوه خلوه، يعني براحتكم، بس انا حطاها تتشوي هي كمان. طيب انا هبتدي دلوقتي احط
الخلطة اللي عندنا دي كده هنا، والبتنجان عندنا انا يعني عاملاه بس تاني هنعمه زيادة، وهنحطه كل ده هنحطه مع البصل اللي احنا حطيناه على النار مع زيت الزيتون. تمام. وهنحط عليه شوية دبس الرمان. وهنحط عليه، لو سمحت تديني مغلف ماجي. هنحط عليه كمان شوية بقدونس. شكرا. لو سمحت. هنحط شوية بقدونس عليه. افرغه كامل. لو سمحت. شكرا. احنا على فكرة كده خلصنا، انا بس مستنية الفراخ الجاج يستوي ونحطه فوق هنا. وكده بيبقى طبقنا كامل. وهنحط بس شوية صنوبر كده على الوش. تمام. وخلاص.